بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سبيله واتبع منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أيها الإخوة، نستأنف درسنا في بيان شروط الساعة. وقبل أن أستأنف ذكر شروط الساعة الصغرى، فإنه يحسن بنا مع هذا البرد الشديد الذي مر بنا هذين اليومين أن نستذكر وأن نتفكر في الزمهرير الذي هو عذاب الكافرين في نار جهنم، لأن العذاب في جهنم لا يقتصر على النار فقط، بل من عذابهم كذلك الزمهرير. وهذا تفسير قول الله جل وعلا في سورة صاد: هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: أي ألوان من العذاب. وفسر أهل العلم رحمهم الله تعالى قول الله جل وعلا: وآخر من شكله أزواج، بأنه الزمهرير وغير ذلك من صنوف العذاب مع النار التي تعذب الكافرين. ولا شك أن اجتماع قوة الحرارة مع قوة البرودة من أشد أنواع العذاب. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها الله جل وعلا بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر من سمومها، وأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها. ولذلك ينبغي على المسلم أن يتفكر دائما في هذا الأمر وأن يحذر من عذاب جهنم. قد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الصلاة وقبل السلام أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وتذكر اليوم الآخر وما فيه من عذاب من الدوافع التي تبعث المؤمن دائما على الإقبال على الله جل وعلا، وتمنعه عن الوقوع في المحرمات. وقد ذكرت لكم ذلك في الدرس الأول الذي كان مقدمة لسلسلة هذه الدروس. ومن تدبر كتاب الله جل وعلا خاف خوفا شديدا من اليوم الآخر ومن أن يكون من أهل العذاب. وتأملوا أيها الإخوة قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تأملوا كيف أن الله جل وعلا عبر بقوله تذهل كل مرضعة عما أرضعت. هل رأيتم أحن من المرضعة على طفلها الرضيع، سواء كان ذلك من البشر أو حتى من الحيوانات؟ لا تكاد تجد أما إلا وتجد أعلى أنواع الحنان عندها على طفلها الرضيع، سواء كان بشرا أو بهيمة. ولذلك قال الله جل وعلا واصفا عظم ذلك الموقف: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. حتى هذه التي اتصفت بأعلى درجات الحنان تذهل عن رضيعها لهول يوم القيامة وما يكون فيه. يفتدي الإنسان بجميع ما يملك، ليس ذلك فحسب،
بل لو تيسر له أن يفتدي نفسه بجميع من في الأرض لافتدى. يبصرونهم، يود المجرم ولو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته أي زوجته وأخيه وفصيلته قبيلته وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يريد أن يفتدي نفسه بمن في الأرض جميعا ثم ينجو، لهول يوم القيامة ولشدة العذاب والعياذ بالله. إذن على المسلم دائما كلما مر به برد شديد أو حر شديد أن يتذكر أن يوم القيامة فيه عذاب شديد يكون فيه السموم الشديد أشد من حرارة نار الدنيا 70 ضعفا، وفيه أيضا الزمهرير الشديد الذي لا يطيقه الإنسان ولا يستطيع أن يتحمله. ولذلك يعد الإنسان نفسه من الآن لأن ينجو من عذاب النار وأن يكون من أهل الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم أيها الإخوة، ذكرنا في الدرس السابق عددا من أشراط الساعة الصغرى، فكانت العلامة 16 و17 و18 انتشار الزنا وشرب الخمر والمعازف واستحلال ذلك كله، وكانت العلامة 19 انتشار الربا، وكانت العلامة 20 زخرفة المساجد والتباهي بها، وكانت العلامة 21 كثرة القتل، وكانت العلامة 22 تقارب الزمان، وكانت العلامة 23 تقارب الأسواق. قد بينا ذلك في الدرس السابق مع أدلته. العلامة 23 من علامات الساعة الصغرى ظهور الشرك في هذه الأمة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. والحديث أخرجه الترمذي وصححه، وكذلك أبو داود وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فهذا الحديث يبين لنا أن من أشراط الساعة ظهور الشرك في هذه الأمة. جاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس. أليات نساء دوس أي أعجازهن، حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وذو الخلصة صنم لدوس، وكانت دوس تعبده، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل جرير بن عبد الله البجلي ومعه 150 فارسا فهدموا هذا الصنم وأحرقوه. ثم إن دوسا بعد ذلك ومن معها من القبائل المجاورة أحيت ذلك الصنم، أحيت ذلك الصنم وعبدوه من جديد، حتى ظهرت دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له. فقام بعد ذلك الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله تعالى بهدم هذا الصنم. ثم لما انتهى حكم آل سعود آنذاك على الحجاز أحيي مرة ثالثة، أحيي هذا الصنم مرة ثالثة بعد أن كان في الجاهلية، ثم هدمه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أحيته دوس، ثم هدمه الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، ثم أحيته دوس مرة أخرى ومن حولها من القبائل. ثم لما استولى الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى وغفر له على الحجاز هدمه أيضا، ولا يزال مهدوما إلى اليوم ولله الحمد. لكن هذا مما يصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم من أن هذه الأمة سيظهر فيها الشرك، والشرك سيبقى في هذه الأمة إلى قيام الساعة، لكنه يقوى حينا ويضعف حينا. ولذلك من أعظم ما نتذكره من النعم في هذه البلاد أن الله جل وعلا أنعم علينا بفشو التوحيد، وفشو
اندراس الشرك ومعالمه، وهذا الأمر يجب علينا جميعا أن نعتني به وأن نتناصح فيه وأن نعلم أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وإخواننا التوحيد، وأن نعلمهم أيضا وسائل الشرك وطرقه حتى لا يقعون فيه. علمت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وكان حذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يقع فيه. ومن الطرائف أن أحد العلماء رحمهم الله تعالى الذين توفوا قال لأحد علمائنا الأجلاء الموجودين الآن، نسأل الله جل وعلا أن يبارك في أعمارهم وأعمالهم وعلمهم، قال له: إنك قد ألفت كتاب التوحيد وليس فيه إلا الشرك. ومقصوده أنك إنما ذكرت في كتاب التوحيد مظاهر الشرك. فقال العالم الآخر: نعم، ألفت كتاب التوحيد وذكرت فيه الشرك، لأن من عرف الشرك لم يقع فيه وبقي موحدا. فالمهم أن معرفة الشرك تقي منه. فعلم أبناءك التوحيد أولا. ومن اللطائف أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في كتابه تحفة المودود أن من أفضل ما يعلم الإنسان ابنه عند ابتداء النطق أن يعلمه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لأنها سهلة ويسيرة. وأنت إذا قلت لا إله إلا الله لا ينطبق فمك، لا تنطبق شفتاك، وبالتالي هي كلمة يسيرة يستطيع الطفل الصغير أن ينطقها ابتداء. ومن أفضل ما يعود الإنسان ابنه على الكلام أن يعوده على نطق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهو أول العلم، أول العلم وأهم العلم وأصل العلم. قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، لأن لا إله إلا الله أصل التوحيد ويمحو أصل الشرك، واستغفر لذنبك لأن الاستغفار يمحو فروع الشرك من المعاصي وغير ذلك. هذه هي العلامة 23. العلامة 24 ظهور الفحش والتفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي رحمه الله. والفحش كل قبيح من قول وفعل، والفحش كل قبيح من قول وفعل، والتفاحش أو التفحش أيضا إظهار ذلك. فإذا قام الإنسان بالقول القبيح أو الفعل القبيح سمي ذلك فحشا، وإذا أظهره أو تحدث به أو أذاعه ونشره سمي ذلك تفاحشا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. وأما قطيعة الرحم فقد جاء في الصحيحين أن الله جل وعلا خلق الخلق فلما فرغ من ذلك قامت الرحم فتعلقت بالعرش وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله جل وعلا لها: ألا ترضين أن أصل من أصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: نعم. قال: فذلك لك. واعلموا أيها الإخوة أن صلة الرحم مردها إلى العرف، صلة الرحم مردها إلى العرف من جهة الوسائل، وسائل صلة الرحم. ونحن الآن مع الأجهزة الحديثة للأسف الشديد اكتفينا بها في صلة الرحم، مع أنها قد تكون لبعض الأرحام صلة وقد لا تكون لبعضهم صلة. فمثلا الوالدين لا يكفي في صلتهم أن تتصل بهم أو أن ترسل لهم، بل يجب عليك زيارتهم، وهذا من المعروف عرفا. أما أبناء العمومة البعيدين ونحو ذلك فيكفي لصلتهم الهاتف أو المراسلة. فوسائل وطرق صلة الرحم مردها إلى العرف، لكن لا يلهينك الجوال أو أجهزة التواصل الحديثة عن صلة الرحم الواجبة. وأما سوء الجوار فقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه.
من لا يأمن جاره بوائقه، أي غوائله وشروره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أيضا: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه من كثرة ما أوصى النبي، ما أوصى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بالجار. العلامة الخامسة والعشرون من علامات الساعة الصغرى: تشبب المشيخة، أي الكبار في السن. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد، يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون الجنة، لا يريحون رائحة الجنة. رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الألباني رحمه الله تعالى، وقوى إسناده أيضا ابن حجر رحمه الله تعالى. ولا يعني ذلك أيها الإخوة تحريم الخضاب، قد ذكرت لكم سابقا أن علامات الساعة لا تعني أن ذلك محرم، ولا تعني أن ذلك الأمر مباح، وإنما هي علامة من علامات الساعة، وأما حكمها فهو خارج عن ذلك. فلا يعني ذلك تحريم الخضاب كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى عند هذا الحديث، لكن يعني أن تشبب المشيخة لهم سمة ظاهرة وهي الخضاب، هذا معنى ذلك. وأما الخضاب بالسواد فهو منهي عنه، كما في صحيح مسلم من قصة أبي قحافة يوم فتح مكة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد علاه الشيب، فقال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد، غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. ومن جميل ما قاله الألبيري رحمه الله تعالى: ليقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى. فإن الشيخ إذا كبر سنه الذي ينبغي عليه أن يقبل على الله جل وعلا، أن يقبل على الله جل وعلا، لا أن يتفتى ولا أن يتشبه بالشباب. وهذا الأمر من علامات الساعة كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور كلها أيها الإخوة قد ظهرت، ظهور الشرك وظهور الفحش والتفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار والله المستعان وتشبب المشيخة ظهرت. بل إن من المواقف السيئة في سوء الجوار ما أخبرني به أحد الأحبة، قال: أزعجني جار لي في كلاب وضعها في منزله. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن اتخاذ الكلاب، وللأسف هذه عادة سيئة انتشرت، أن اتخاذ الكلاب إلا كلب صيد أو ماشية محرم، بل ينقص أجر من اتخذه، ينقص من أجر من اتخذه كل يوم قراطان، كما جاء ذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قراطان. فقال لي هذا الأخ: إن جارا لي أزعجني بكلابه التي في منزله. فقلت له: إن كلابك قد آذتنا فأبعدها عنا. فقال لي: إن وضعتها في منزلك فتكلم. وهذا والله من سوء الجوار، وسوء الجوار درجات، يعني هذا الأذى ليس هناك أذى بعده، بأن تفعل شيئا محرما وتجاهر به ثم تتعنت على جارك في إبعاد هذا الأذى عنه، وأقل منه أمور أخرى. لكن الواجب على الإنسان أن يكون محسنا إلى جاره بقدر ما يستطيع. وللأسف الشديد أننا في هذا الزمن لا نعرف حتى أسماء جيراننا، لا نعرف حتى أسماء جيراننا. وكما أننا نهينا عن سوء الجوار فإننا قد أمرنا بحسن الجوار، وكيف نحسن إليهم ونحن لا نعرفهم؟ هذا من الأمور القبيحة التي انتشرت في هذه الأيام، والله المستعان. أكتفي بهذا القدر في درس هذا اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.